فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى كعادتنا في كل مساء السبت الثانية من كل شهر ميلادي نبدأ إن شاء الله تعالى وقفتنا السابعة مع السيرة النبوية العطرة. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى السيرة أو وقفتنا السابعة، أريد أن نتناول في حديثنا عن مقدمتين إن شاء الله تعالى. المقدمة الأولى هي أن مثل هذه الجلسات الروحية والتي تعيد إلينا إنسانيتنا في هذه اللحظة العصيبة من حياة أمتنا من جانب، وهي لحظة كذلك متصمة بالمادية الصارمة، ولهذا نحتاج إلى مثل هذه الوقفات. ويعجبني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، حيث قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، والذكر لفظ عام كما قال ابن القيم رحمه الله، يشمل العلم والسلوك، وكذلك يشمل عن الأذكار القلبية والقولية. فنحن حين نلتحق وندرس مثل هذه الدروس نذكر الله تبارك وتعالى. المقدمة الثانية أيها الإخوة هو أننا نعيش في عصر يسمى بعصر الاستهلاك المجنون. الناس يعيشون في هذه الأيام أو في القرنين الأخيرين ما سماه محمد أسد المفكر النمساوي الذي أسلم في بداية القرن العشرين وكتب كتابه الطريق إلى مكة والإسلام على مفترق الطرق. هذا الرجل ذكر بأن سمة هذه الحضارة هي سمة مادية، وحين نقول إنها سمة مادية نعني بذلك أن التفكير الإنساني قبل أن تكون هناك حياة مادية، التفكير ذاته يتحول إلى تفكير مادي، فيكون التفكير ماديا قبل أن يكون السلوك ماديا. جزاك الله خير أبتين. قبل أن يكون السلوك، جزاك الله خير، ماديا. والمسلمون هم الأمل في إعادة الإنسانية إلى جادتها مرة أخرى، ولكن أي مسلم يعيد الإنسانية إلى رشدها؟ أي مسلم هذا الذي سوف يحمل رسالة الإسلام؟ ولهذا أيها الإخوة، دراسة السيرة النبوية تنبئنا أهمية هذا الإنسان الذي سوف يعيد إلى الإنسانية رشدها. فنعود أيها الإخوة إلى وقفتنا السابعة، وهي تبدأ من الهجرة إلى الحبشة حتى المقاطعة، ما يسمى محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. هذه مرحلة مهمة جدا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الجيل الأول، مهمة جدا
لأنها محطة أخبرتنا طبيعة هذا الدين، هذه المحطة أنبأتنا طبيعة هذا الدين. هذا الدين دين يواجه الجاهلية، ولكنه يواجهها بعلم وإيمان وعزم وفكر، والجاهلية كذلك تواجه هذا الدين بإباء وقوة. الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق وأوجد هذا الإنسان أوجده ليواجه شر، ولهذا وجدنا سورة الإنسان الآيتين، الآية الأولى والثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ليس هناك طريق ثالث، إما أن تشكر الله وإما أن تكفر ربك سبحانه وتعالى، ليس هناك طريق ثالث، إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الهوى والشيطان والنفس. ولهذا أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى حين أوجد الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، رأت حكمته أن يوجد إبليس. إبليس يمثل الشر المطلق، والملائكة تمثل الخير المطلق، والإنسان هو الوسط. أوجد خليفته في الأرض، الخليقة الجديدة، الكائن الجديد، آدم عليه السلام. آدم واجه أول ما واجه إبليس في الجنة، وبعد أن خرج آدم عليه السلام من الجنة وأمنا حواء عليها السلام وجاءوا إلى الدنيا وبدأوا الحياة، جاء إلى الدنيا ابنيهما وابناهما تصارعا، نعم، فقدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الذي لم يتقبل لأقتلنك لأقتلنك. إذن هنا بدأ شر من البداية، هناك صراع، لا ننتظر حياة ليست فيها صراع، هذا حلم. وبعض المفكرين الإسلاميين وخاصة الذين تأثروا بما يسمى بالفكر الحر مثل جودة سعيد على عظمة علمه وفكره، ذهب أخيرا إلى أنه سيأتي زمن لا حروب في هذه الدنيا، الجنة سوف تأتي إلى الدنيا، وهذا كلام غير مقبول وغير معقول وغير منطقي. هذه الدنيا مجال الابتلاء والصراع، هذا الصراع بدأها أبونا إبراهيم وانتهت في السير الأنبياء كلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما في نبي إلا وابتلي، ما في نبي إلا واجه قومه. ولذلك إذا كان هناك مسلم أو داعية أو أي إنسان مسلم ينتظر ألا تواجهه أعاصير الحياة بشرها وخيرها، فهذا يعيش في وهم، بل في ألف وهم. حتى الخير، حتى الخير بالنسبة للإسلام فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هناك محن وهناك منح، المحنة فتنة والمنحة أيضا فتنة. إذن أيها الإخوة، سنرى هذه المحطة الإيمانية العجيبة دروس مهمة جدا سوف نراها إن شاء الله. الهجرة لها معنى، لها معنيين: الهجرة المادية والهجرة المعنوية. الهجرة المادية هو الانتقال من مكان إلى مكان، هذه الهجرة هي التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كما سوف نرى، أو فعلها أصحابه من مكة إلى أرض الحبشة، هذا انتقال مكاني. وهناك هجرة معنوية، أنت لا تنتقل من منطقتك ولكنك تنتقل داخليا من حالة إلى حالة أخرى، من عقلية إلى عقلية أخرى، من تصورات إلى تصورات أخرى، تلك التي قال عنها صاحب الضلال: إنها نقلة بعيدة، إنها نقلة بعيدة من تصورات الجاهلية إلى تصورات الإيمان والإسلام. هذه مرحلة عميقة في الداخل لا يعلمها إلا القليل من البشر، ولهذا كانت ثالث سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المزمل: والرجز فهجر. هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الحقيقية
بدأت من بداية دعوة. أما هذه الهجرة فهي هجرة مكانية. أوكي، قلنا الهجرة لها معنيان، مكانية وزمان ومعنوية، وتعني الانتقال من مكان إلى مكان أو من مرحلة إلى مرحلة أو من حالة إلى حالة. أوكي، حين نقول الهجرة إلى أرض الحبشة، ماذا نعني بأرض الحبشة؟ أرض الحبشة نعنيها أراض في القرن الإفريقي فوق الهضبة الكبرى في القرن الإفريقي. القرن الإفريقي مكون من ثلاث مناطق، مناطق ساحلية ومناطق داخلية ولكنها سهلية برية، ومناطق عالية فوق الجبل تسمى هضبة الحبشة الكبرى. هذه الدولة التي كانت تسمى دولة أكسيوم في التاريخ القديم، أو تسمى أكسيوم أو تسمى الحبشة ويسمى حاليا إثيوبيا، هي منطلقها الأول هو فوق الهضبة، ويعيش فيها قوميتان، قومية أمهرة، قومية الأمهرة وقومية التكراي. قومية الأمهرة الآن يكونون عددهم أكثر من 10 ملايين من البشر، والتكراي حوالي 3 ملايين ونصف أو 4 ملايين، وهؤلاء هم أغلبية مسيحية، كانوا مسيحيين وما زالوا مسيحيين، ومنطقتهم هكذا. لكنهم امتدوا بعد إذن بعد معارك كبرى مع المسلمين ومع الوثنيين، وكونوا ما يسمى الآن بإثيوبيا. إثيوبيا لم تكن أرض الحبشة سابقا، إثيوبيا كانت من هذه المنطقة من هضبة الحبشة حتى إريتريا. إريتريا كانت جزءا من الحبشة، لأنه هناك علاقة عضوية ما بين التكراي والتكرايين التكرانيين الذين يحكمون الآن إريتريا. إذن نقول الحبشة هي هذه الأراضي، ويقال من باب يعني ليس من باب الأصالة لكن من باب التبعية، أن المناطق التي تقضنها الآن الصوماليون والعفار والأوروميون من الحبشة، هكذا يقال من الحبشة، ولكن ليس هذا عن أصالة وإنما عن تبعية. وحين نقول الحبشة وندرس في السيرة الهجرة إلى أرض الحبشة، لم تكن هذه الهجرة إلى أرض الصوماليين أو إلى أرض الأوروميين أو إلى أرض العفار، وإنما كانت إلى أرض الأمهرة والتكراي، وما زال قبر النجاشي شاهدا على ذلك، فإنه في منطقة التكراي القبر ومسجده ما زال شاهدا، والصحابة الذين توفوا في هذا المكان رضي الله عنهم أجمعين. إذن قلنا الحبشة هي هذه. الأمر الثاني هو هناك ملك اسمه النجاشي. النجاشي هذا الملك اسمه ووصفه ومملكته خالدة مع التاريخ وفي التاريخ. لماذا؟ لأنه دخل التاريخ من أوسع أبوابها، دخل التاريخ من أوسع أبوابها لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أول ملك أسلم، دخل في دين الله اختيارا وقبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبل الرسالة التي حملها جعفر ابن أبي طالب إليه فأسلم. هذا هو الأمر الثاني، أنه آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ما يسمى الآن باللجوء القانوني، اللجوء السياسي القانوني، منحهم ذلك. الأمر الثالث اللي جعله يدخل التاريخ هو أنه كما سوف نرى رفض عرض قريش، رفض عرض قريش في إعادة هؤلاء إلى مكة. إذن هذا الرجل دخل التاريخ، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ليس من خلال الوحي كما يقول علماؤنا الكبار، ولكنه من خلال الحصافة والذكاء السياسي ومعرفته بالجوع السياسي المحيط به، قال اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن عندها ملك لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الجوع السياسي،
يعرف المنطقة الجغرافية السياسية الاستراتيجية التي تحيط به كان يعرفها معرفة متقنة كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. إذن الصحابة عندما ذهبوا إلى أرض الحبشة أين نزلوا؟ هذا سؤال كل قومية في القرن الإفريقي تفتخر بأنهم نزلوا عندهم. مثلا إحنا الصوماليين نقول نزلوا في زيلع أو في بربرة، هكذا يقال. زيلع منطقة غريبة جدا، أو بربرة. والعفار يقولون إنهم نزلوا في تدجورة، هي مدينة في جيبوتي وموازية لأرض الحبشة وقريبة من أرض التكراي اللي فيها. والأريتريون يقولون إنهم نزلوا في مسوعة. ولكن عندما بحثت معهم بعلم أنا وصلت إلى أن الميناء الذي نزلوا فيه يسمى أودوليس، هذا يسمى ميناء أودوليس، وهو قريب من الجنوب من مدينة مسوع الإريترية، وهي تحاذي أرض النجاشي وكانت تابعة لمملكة أكسيوم، أكسيوم الحبشة. ولم تكن زيلع آنئذ ولا بربرة ولا تجورة جزءا من مملكة الحبشة، ولكن هذه المنطقة كانت من مدينة أودوليس الواقعة من جنوب من الجنوب مدينة مصوع، كانت من أرض الحبشة. نأتي إلى الأمر الثاني، وهو لماذا ذهب الصحابة إلى الحبشة؟ لماذا الصحابة لم يذهبوا إلى أقرب مكان؟ لماذا لم يذهبوا إلى 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 القساسنة وإلى المنادرة؟ وهم من العرب، هم أقرب. لماذا ذهبوا إلى هنالك إلى أرض الحبشة؟ يذكر بعض العلماء أصحاب التاريخ يذكرون إلى أسباب أربعة. السبب الأول هو حاجة المسلمين إلى مكان آمن بعيد نسبيا ويأمنون فيها فيه دعويا ونفسيا، وأن يكون هذا المكان بعيد نسبيا استراتيجيا، وهذا لا يتحقق في الجيوسياسي المحيط بمكة إلا في الحبشة، وهذا سنرى. ثانيا إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم فألحقوا ببلاده، هذا أمر، فألحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا مما أنتم فيه من الذل والإيذاء. الأمر الثالث هو الإحساس، هناك إحساس داخلي عميق في المسلمين في بداية الدعوة بأن أهل الحبشة وأهل نجران، أهل الحبشة وأهل نجران أكثر تعاطفا مع المسلمين وأكثر قربا إلى عقيدة المسلمين، ذلك لأن هؤلاء كانوا نصارى موحدين. هذه نقطة مهمة جدا، لم يكونوا نصارى معددين وإنما كانوا نصارى موحدين، ولذلك نزلت فيهم قوله تعالى ولتجدنهم أقربهم مودة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. السبب ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع هو أن دولة الحبشة كدولة مستقلة لم تكن تتبع أحدا من الدول والإمبراطوريات في ذلك الزمن، كان قرارها مستقلا، قرارها السيادي، وهذا مهم جدا. ولذلك الذين الآن يرحلون من بلاد الاستبداد يستقلون يستفيدون من هذا الدرس. أنت عندما تذهب من بلد مستبد سياسيا لا تذهب إلى بلد مستبد آخر، بين بلدك وبلده علاقات أمنية واستراتيجية، جيب لي كل فتى يهرب مني وأنا أجيب لك كل فتى يهرب منك. أنت تذهب إلى بلد له استقلال فكري، استقلال سياسي يحترم حقوق الإنسان،
وهذا ما فعله الناس. دولة الحبشة لم تكن جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولم تكن جزءا من الإمبراطورية الفارسية. هذا مهم جدا. والشيء الآخر المهم جدا هو أنها دولة أيضا لها علاقة جيدة مع العرب، وكان النجاشي على علم كما قال بعض العلم باللغة العربية، ولذلك حينما قرئ عليه سورة مريم بكى دون تفسير دون تأويل دون ترجمة، كانوا على معرفة بالواقع، وكان له علاقة جيدة مع صناديد قريش، كان يعرف ما الذي يجري في المنطقة هذا الرجل. إذن وهناك أمر آخر مهم جدا وهو البعد المكاني كما قلنا من مكة المكرمة عن من الحبشة عن مكة المكرمة. أيها الإخوة، نأتي إلى أمر ثالث وهو الهجرة وقعت مرتين. الهجرة وقعت مرتين، تسمى الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة والهجرة الثانية إلى أرض الحبشة. الهجرة الأولى وقعت في وقت لا تعرفه قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه خطط، وكان يضع الخطط ويضع البدائل، ما كان درويش النبي صلى الله عليه وسلم، يضع الخطة ويضع البدائل عن هذه الخطة إذا ما فشلت، وكان يأخذ أمره بالكتمان والسرية، كتمان التام والسرية التامة، فكان يعطي الأمر واحدا أو اثنين ولا يخبر الآخرين، فيتحركان هذان الرجلان إلى ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة لأسر قليلة، قال بعض الصحابة، قال بعض المؤرخين كانوا 16 رجلا، 16 شخصا من رجال وامرأة، قالوا بعضهم 4 أو امرأتان، بعضهم قالوا 16 رجلا، بعضهم قالوا أقل 12 رجلا، لكن هؤلاء خرجوا متسللين مختفين هاربين، يخرجون في أوقات غير معلومة، وكان على رأس هؤلاء عثمان ابن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. خرجوا، وهذا يرد على أمر مهم وهو أن الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة كانوا من ضعاف القوم، هذا يرد عليهم، الذين خرجوا لم يكونوا من ضعاف القوم وإنما من سادة القوم، عثمان بن عفان من بني أمية ورقية من بني هاشم. إذن هؤلاء ينطلقون، وهذه الانطلاقة استراتيجية وليست انطلاقة تكتيكية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد منها الأمر الثاني؟ يريد أن يستبقي بعض أصحابه إذا ما وقعت ما يسمى اليوم بالتصفية الجسدية. إذا أرادت قريش أن تنهي الصف الدعوي سيبقى صف آخر، هذا الصف أين سيبقى؟ في خارج حدودها، يحملون الدعوة. هذا فكر استراتيجي، مش فكر طفولي، مش هروب، مش خوف، مش ناس يعني يبحثون الدنيا، لا لا لا، ناس تخطيط وبدائل استراتيجية وفكر. إذن الهجرة الأولى خرجوا، هؤلاء عندما خرجوا الحمد لله عندما وصلوا إلى البحر الأحمر وجدوا سفينتان، هاتين السفينتان تنطلقان إلى الحبشة، فركبوا عليها، فركبوا جميعا ثم ذهبوا إلى أرض الحبشة، ولم يخبروا ذلك الدولة، مملكة الحبشة لا تعرف عن ذلك شيئا، والشعب الأمحري لا يعرف. العرب كانوا يأتون لتجارة، كانوا يأتون لأغراض أخرى، والأحباش كانوا يذهبون للجزيرة العربية لتجارة ولأغراض أخرى، فكانت هناك يعني الرحلات مختلفة. إذن مثل هذه الرحلة ناس لا يعرفون، ذهبوا إلى هنالك وبقوا، ولكنهم لم يبقوا طويلا، سمعوا، وتعرفون ما يسمى الآن بحرب الإشاعات، أشيع في المناخ الفكري والثقافي والسياسي أن هدنة ما تمت بين رسول الله وقريش صلى الله عليه وسلم، ففرحوا الصحابة، ولكن كانت هذه إشاعة كاذبة،
فرجعوا بسرعة قالوا ماذا نفعل هنا؟ نحن هنا جئنا تكتيكا، وبقاؤنا هنا كان عن خطة، انتهت الخطة وتحقق الهدف، وهو أنه ليس هنالك تصفية جسدية، إذا نعود. فعادوا، ولكن عندما رجعوا إلى مكة وجدوا أن الأمر اشتد أكثر، وأن الأذى تضاعف، وأن قريش جن جنونها، وأنها تفعل بالمسلمين ما لا يفعل بالناس. فلم يستطيعوا وفهموا هذا عندما جاءوا إلى قريب من مكة، لكن ماذا يمكن أن يفعلوا؟ فبعضهم دخلوا إلى مكة يعني عن بعض كبار القوم أجاروهم عن إجارة، وبعضهم دخلوا خفية. ولكن عندما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الأذى أنه يشتد عليهم، وأخذ الأذى بعدا آخر، وهو إن قريش كانت تريد من الأذى تحقيق أهداف ثلاثة. قريش مش قبيلة عادية، قريش إحنا عندما نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجمع نقرأ قريش كأنها قبيلة، هي قبيلة منظمة كأنها شبه دولة، عندها شبه فكر دولة، عندها الندوة، هناك يقررون مؤتمراتهم، هناك قيادة معنوية ومادية، هناك قيادة روحية، هناك قيادة عسكرية، هناك يعني تنظيم لمكة وما حواليها، أم القرى وما حواليها، هناك تنظيم نوعا ما. هذه القريش تريد من الأذى تحقيق أهداف ثلاثة. الهدف الأول منع غير المسلمين الكفار الدخول الإسلام، يخافون. أنت تعذب صاحب الدعوة وصاحب الفكر حتى تقول الآخر إليك أعني. الأمر ليس بهؤلاء فقط، لكن إذا فكرت أن تلتحق بهؤلاء فالصوت عليك، هذا مهم. الأمر الثاني هو أنها كانت تخطط إعادة الضعفاء من المسلمين إلى الشرك. الناس ليسوا على مستوى واحد من الإيمان والفكر، هناك من إذا اشتد عليه الأذى يتردد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إذن هناك أناس يرجعون. الأمر الثالث هو الاستهلاك، يريدون من وراء الثالث من وراء استهلاك من جهد الداعية والقائد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستهلك جهده في حماية الدعوة وليس في نشر الدعوة. هذه قضية استراتيجية، يفكرون أن يستهلكوا طاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة وليس في نشرها. وما زالت هذه الخطط ماضية في طريقها حتى هذه اللحظة، لا تتوقف. إذن هنا خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى الذهاب إلى الحبشة، الهجرة مرة أخرى. يقول الغزالي رحمه الله كلمة عجيبة جدا في كتابه في فقه السيرة، يقول: وكانت هذه الهجرة أشق من سابقتها، وكانت هذه الهجرة الثانية أشد من سابقتها، فقد تيقظت قريش لها. الأولى ما كانت متيقظة، أما هذه فهي يقظة، عيونها سائرة ومبصوصة في المدينة تراقب كل حركة وسكنة. إذن ماذا يقول الغزالي رحمه الله؟ فقد تيقظت قريش لها وقررت ماذا؟ وقررت إحباطها. كان هناك قرار أن تحبط هذه، ولكن المسلمين كانوا نائمين، لا، يقول الغزالي كانوا أسرع منهم، هم يضعون الخطط وهناك خطط بديلة من الجانب الآخر. المشكلة عند المسلمين الأغبياء أن الأعداء يخططون وهم لا يخططون، وإنما يبكون. نحن الآن مسلمون يبكون، لا إله، ماذا نفعل؟ الأعداء يخططون يفعلون، لا، هو يخطط وأنت تخطط. هو يضع البدن 83 رجلا وتسعة عشر امرأة خرجوا. أوكي، بعض أهل العلم يقولون أقل من ذلك، يعني 72 رجلا و12
امرأة. أوكي. وكانت القائد هذه المرة تتغير، يتغير القائد كلما تتغير الظروف. القائد الأول عثمان بن عفان، القائد الآن هو جعفر ابن أبي طالب، وهذا الرجل كان أشبه برسول الله، كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حيث الوسام والجمال. واختيار رسول له حكمة، يختار أجمل الناس وأتقى الناس وأنقى الناس. أنت لا تختار واحد قبيح لسفارتك، عندما يذهب إلى المكان لا يقنع الناس، النبي يختار الرجل في ذوقه، في لباسه، في شكله، في اندامه، وفي علمه، وفي تقواه. جعفر ابن أبي طالب، ولهذا كان هو أول ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوفادة. احنا قرأنا أن أول صفير في الإسلام هو مصعب بن عمير، هذا كذا قرأنا، لا، هو أول ممثل لوفادة النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج كان هذا الرجل. هذا الرجل هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العجيبة. الرسول يكتب رسالة جميلة جدا، يدعو ملك الحبشة إلى الإسلام، ويخبره بأن بينه وبين محمد قرابة روحية، ثم يخبره بأنه رسول من عند الله، ويدعوه إلى أن يسلم وتسلم معه دولته، فيعطيه الرسالة لجعفر ابن أبي طالب، ليعطيها أصحمة ابن أبحر، هذا اسمه، اسم الحقيقي هو أصحمة ابن أبحر. أما كلمة النجاشي فكان يلقب بكل ملك يحكم الحبشة، زي ما كان يسمى ملوك الفرس، ما كان يسمى كسرى، قيصر ملوك الرومان، وهكذا الحبشة كان يسمى الملك النجاشي. أما اسمه الحقيقي هو أصحمة ابن أبحر، أصحمة بن حمر بن أبي أبحر. أوكي. الوفد خرج إلى مك إلى إلى للحبشة هذه المرة، لا يفعلون مثل ما فعل الوفد الأول الذي اختفى وذهب من غير أن يعلن هويته. أما هذا الوفد فيعلن هويته. هذا مهم لسببين. الأمر الأول هو أن الوفد الأول كانوا أقل عددا، فكانوا يستطيعون أن يكونوا يعني مختفين. أما هذا الوفد عددهم أكبر، 84 رجل و19 امرأة. الأمر الثاني هو أن هذا الوفد لهم رسالة معينة، وهي أن يوصلوا الدعوة إلى الملك، عندهم رسالة. أوكي. ذهب الوفد، استقبل النجاشي الوفد، استقبل النجاشي الوفد وقبل لجوءهم في أرض الحبشة، قبل لجوءهم في أرض الحبشة، وأعطاهم الأمن والأمان والجوار أن يعيشوا تحت دولته، ولكنه لم يعلن إسلامه، أخذ منهم الرسالة فلم يقل لهم أنا أسلمت، أخذ الرسالة وضعها عنده وأعطاهم الأمن والأمان. سمعت قريش القصة، قريش هي أيضا قلنا مش قبيلة مثل قبائل العرب، ومش دولة، هي يعني في بينية، شبه دولة، تفكر وتخطط. وما جرى للصحابة في أرض الحبشة من لجوء قانوني سياسي ممكن لهم أن يعيشوا في أرض الحبشة، فأرسلت إلى قريش إلى النجاشي رجلين، أرسلت رجلين من عظماء قريش ومن سناديدها، بل من دهات العرب، أرسلوا عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم. هذا الرجل ليس له مثيل في التاريخ من حيث الدهاء. قال عمر بن الخطاب إن هذا الرجل لا ينبغي أن يمشي على الأرض إلا ملكا، لا ينبغي أن يمشي على الأرض إلا ملكا، إلا أميرا. هذا الداهية من دهات العرب، ومعه داهية آخر اسمه عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه، هو أيضا أسلم، ولكن هذه المرة لم يكن أحدهما مسلما. فطالب الرجلان الصفيران الاجتماع
بالملك وقبل الملك. فعندما جاءوا ووقف أمام الملك، تعرفون من الذي يقف أمام الملك؟ هو عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص له معرفة في المنطقة، مش في المنطقة، وأنا قريبا كتبت مقال أنه من أعرف الناس في علم المستقبل. هو يعرف المستقبل السياسي، مستقبل الاقتصادي للشعوب، يعرف، عنده ذكاء غير عادي. هذا الرجل عندما يقف أمام النجاشي يعرف من أين يؤكل الكتف، يعرف من أين يؤكل، ماذا يقال الملوك. الرجل وقف أمام الملك فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلادك قلمان سفهاء، قد ضوى إلى بلدك قلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك. شوف الخطة، يعني جهنمية، فارقوا دين آبائهم ولم يفارقوا دين ولم يدخلوا دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، فأرسلنا إليك أعمامهم وأخوالهم لتردهم إليهم. كلام واضح، الهدف واضح، واللغة علمية قصيرة تؤدي الهدف. والملك استمع. الملك لا تنسوا أن الرسول قال: لا يظلم عنده أحد، من مقررات العدل أن لا يستمع طرفا واحد. هو استمع طرف، لابد من أن يستمع إلى الطرف الآخر. هذه هي الدعوة. ماذا قال؟ ثم أرسل الملك إلى الصحابة فقال: فأحضروا إلي. وذهب الرسول الملك إلى الصحابة وتشاور الصحابة، فاختاروا جعفر أن يكون وكيلهم في الكلام، يتكلم نيابة عنه. فقال، شوفوا هنا ذكاء سياسي كما رأينا في عمرو بن العاص، وهنا سوف نرى ذكاء سياسي آخر، ونلاحظ أيضا ذكاء سياسي لديه قيم. هذا مجرد على القيم، كلام جيد رائع. هنا ذكاء سياسي لديه قيم. الأمر الثالث، لا يكذب ولكنه يختار الكلمات. أن تكون متحدثا لبقا لا تعني أن تكون كاذبا. إذا ماذا قال؟ قال: أيها الملك، وقف، أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته فدعانا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كان يعبد به آباؤنا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. كل هذا قيم. ثم قال: وأمرنا بالصلاة. ما بدأ بالصلاة، ها؟ شوف الصلاة متى تأتي. وأمرنا بالصلاة والزكاة فأمنا به وصدقناه. أوكي؟ فتعدى علينا قومنا يعذبوننا وفتنونا عن ديننا، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا، أوكي؟ خرجنا إلى بلدك واخترناه من سواه، اخترنا بلدك من سواه، ورجونا ألا نظلم عندك. انتهى كلام
الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النجاشي بعد أن استمع، وهنا يقول الغزالي وغيره، الرجل أسلم ولكنه أخفى إسلامه، من الرسالة أسلم، ماذا قال؟ هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ ما قال هل معك مما جاء إليكم، قال مما جاء عن الله شيء؟ قال نعم. فقرأ عليه سطرا من سورة مريم. شوف الاختيار، يعني الاختيار، أنت إذا قال لك واحد يقرأ عليه القرآن أنت تختار أي آية من القرآن، لكن إذا أنت مثلا تجلس مع واحد ملحد لا تقرأ عليه سور تدعس على الإيمان، اقرأ عليه سور التي تقنعه. ها؟ إذا قال لك اقرأ علي واحد مثلا المسيحي تقرأه، ما إذا قال لك واحد، يعني أنت تشوف الإنسان وظروفه. القرآن حمال أوجه، عنده كل شيء. إذا ماذا قال؟ قرأ سورة المريم. فبكى النجاشي وأساقفته ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بكى الجميع وقال والله إن هذا ما تقول الآن تقرأ، والذي جاء به عيسى عليه السلام يخرج من مشكات واحدة. ثم قال لهم انطلقا، والله لا أسلمكم إليكما أبدا، لا أسلمهم إليكما أبدا. انطلقا، شو عمرو بن العاص رأى أنه فشل، لكن الصفير الذكي الحصيف الذي يريد أن يحقق هدفه لا يكون ساقطا في أول الطريق. قال لصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة، عندما شاف عمرو بن العاص هذه المصيبة قال له والله لآتينه غدا بما يبيد خطرأه، عندي غدا فكرة خطيرة جدا. فمشوا، فلما جاء كان الغد جاء عمرو بن العاص إلى النجاشي فقال له أيها الملك إن هؤلاء يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما، ولا يعرف الفروق بين المسيحيين، هناك مسيحي موحد وهناك مسيحي معدد وإن كانوا أقلية. إذن هل هو النجاشي من الموحدين أم من المعددين؟ لا يعرف، لكن أغلب النصارى معددون بعد إسلام، بعد دخول قسطنطين في الدين، في ديانة النصرانية. أوكي، ماذا قال؟ فأرسل إليهم النجاشي مرة أخرى حكيم، فسألهم ماذا تؤمنون عن عيسى؟ فقال جعفر هو عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول عليها السلام. أربع كلمات: عبد، رسول، روح، كلمة. أوكي، هو جاء عن كلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أوكي، فأخذ النجاشي عودا من الأرض، عود زي هذا يعني، أخذ النجاشي عودا من الأرض، عود صغير من الأرض، ثم قال ما أذى عيسى ما قلته قدر هذا العود، ما عدى عيسى، لا يعتدي عيسى، مش بعيد عيسى، قدر هذا العود ما قلته أنا أؤمن به. فانفضت الأساقفة، لأن فيه معددون أساقفة، انفضوا وتمايلوا وصاحوا حتى فرح عمرو بن العاص فقال اهدؤوا لن أسلمهم. خلاص انتهى الكلام، هو الملك، الكلمة الأخيرة للملك، هذه دولة ملكية، دولة يعني برلمانية، ما فيش واحد يقول له ايش تفعله ما نقبل، قال لن أسلمهم. فشلت مصاعي قريش الحمد لله، وعاد سفيرهما إلى مكة خائبين. إذا نحن هنا
شفنا قضية مركزية في الدعوة إلى الله، ما هي الدروس المستفادة منها؟ نقولها كلمتين، لكن قبل ذلك نتحدث عن إسلام رجلين عظيمين في هذه المرحلة. هذه المرحلة والأداء تشتد على المسلمين، والصحابة في المدينة يسلم ويدخل دين الله رجلان عظيمان، أحدهما حمزة والآخر عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. إسلام حمزة له سبب، وإسلام عمر له سبب. هل السبب هو الذي جعل الرجلان يدخلان دين الله ويأخذان قرارا مصيريا في لحظة، أم كان هناك يعني مرحلة أخذت مداها؟ هناك فيلم جيد جدا اسمه عمر بن الخطاب، ربما يعني بعضكم يعني شاهده. هذا الفيلم أعطاه يعني الفيلم يعني بتوقيع الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان فك الله أسرها العودة. وقبل أن يصدر الفيلم ما يعني شاهد وتفرج عليه ورأوا أنه جيد يعني، وقبلوا حتى أن يظهر صورة رجل يعني باسمه بصورة عمر بن الخطاب يعني. هذا كان ممنوع أن يمثل أحد الناس الخلفاء الأربعة. هذا الفيلم يتحدث عن أن عمر كان يفكر مدة طويلة في الإسلام، ما دخل. وأنا قرأت أنه كان تتصارع فيه أمران، صارع فيه الحق، وهو يرى أن الرسول كلامه حق، وأيضا الهوى والجاهلية التي عاش فيها مدة طويلة كان صارع فيها، وهذه المرحلة وهذه السبب تعطيه دفعة ينطلق بها. نبدأ بإسلام حمزة. إسلام حمزة يأتي بأنه التقى بأمة، أمة يعني تعني عبد، يعني يقال للرجل عبد والمرأة أمة. التقى بأمة من إماء عبد الله ابن جدعان، فقالت لحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم ابن هشام، هو أبي جهل، كان يصبه ويؤذيه اليوم كله، ومحمد صلى الله عليه وسلم انصرف عنه، يعني صورت له ما فعل بابن أخيه. وحمزة رجل قوي كان يعيش في الصحراء في طول عمره، فقال: فعل ذلك؟ قالت: نعم. فذهب إلى كعبة، فوجد الرجل أبو الجهل جالس ومعه في حواليه رجال آخرون، فأعطاه لطمة أو لطمتين على رأسه، ثم قال له: أتصبه وتؤذيه وأنا على ديني؟ هكذا قال: أتصبه وتؤذيه وأنا على ديني؟ ولم يكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله أخرجه وأنا على دينه. والعربي القح إذا قال كلمة لا يتردد، هو قال خلاص عقد، قال: وأنا على دينه. ثم قال: أين محمد؟ قالوا له: هنالك في دار الأرقم من أبو الأرقم. قال: خذوني إليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. يقول محمد الغزالي رحمه الله: علماؤنا السابقون كانوا يقولون: بدأنا نطلب العلم للدنيا، ولكن العلم أبى إلا أن يكون لله. في البداية بعض الناس يبدأون العلم للدين للدنيا، ولكن العلم الشرعي يأبى إلا أن يكون لله. هذا الرجل دخل دين محمد حمية، ولكن دين الله أبى إلا أن يكون لله. وحمزة وصل إلى درجة لم تصل بعض هو سيد الشهداء، سيد الشهداء من لدن آدم حتى يوم القيامة، هو سيد الشهداء رضي الله عنه. عمر بن الخطاب له قصة أخرى مع زوجة عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة وهو يخطط للهجرة إلى المدينة، شوفي زوجته رأته فقال لها: يا أيتها الأمة، يا أيتها السيدة، أنتم تذهبون إلى الحبشة؟ ويعرف، قالت: نعم.
قال صبحكم الله، ثم مشى ما قال لها شيء. جاء الزوج إليها عامر بن ربيعة فأخبرته بأنها التقت به، فقالت له إن الرجل كان هذا اليوم رحيما جدا فأرجو أن يسلم، يعني مش وقت يسلم فأسلم. فقال عامر ربيعة لو أسلم حمار ابن الخطاب لا يسلم عمر بن الخطاب، هذا رجل يعني ابتعد رجل. ويقول غزالي رحمه الله ولكن بصر المرأة كانت أرقى من بصر الرجل، هي رأت. ولذلك هناك دراسات في علم النفس بأن نظرة المرأة إلى الرجل أو إلى الحياة هي نظرة تفاصيلية، هي نظرة تفصيلية، بينما نظرة الرجل نظرة كلية. الآن لو كان هنالك واحد قاتل مرة في الطريق مجرم وجاء الشرطة الجنايات وتريد أن تحقق ورأت في المكان رجل وامرأة، تسألهم ما الذي مر هنا؟ الرجل يقول واحد طويل ما أعرف والله واحد مر هنا. المرأة تقول الذي مر هنا كان عنده ساعة من هذا النوع، كان عنده حذاء من هذا النوع، كان أنفه طويل، كان لديه سلع شوية، كان شعره أقرب إلى هذا، كان جميلا وصيما، كان وكان وكان، تعطيه وصاحب الصورة يأخذ صورة فإذا هو هو. هذه المرأة تفصيلية، حتى في البيت عندما تختلف مع المرأة تعطيك تفاصيل ما تنتهي، صرصار تتكلم كثير وأنت تريد كلام بس فقط، تقول لهم أي بيجي وقع، لا وقع اليوم كذا وكذا وكذا. ولذلك يقول العلماء إن الرجل الذي لا يحسن الاستماع يفشل مع زوجة، الرجل الذي لا يحسن الاستماع يفشل مع زوجة، والزوجة التي لا تحسن الصبر تفشل مع الزوج. الزوج كتوم مسكين قلق ساكت، هي تريد أن يتكلم، هي لابد منها من عندها صبر يعني. أوكي المرأة هكذا قالت، وعامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال لا حتى لو أسلم حماره ما يسلم، هو رفض، هذا كلام واضح. ثم الرجل يسمع أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت، وهو يمشي، بعض الروايات تقول كان يمشي ويريد أن يذهب إلى محمد ليؤذيه صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، فقال واحد من الناس إلى أين يا عمر؟ عندما رأى القطب وجهه قال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فرق قومنا وعاب آلهتنا. قال أنت تفكر في محمد والإسلام دخل في بيتك، أختك أسلمت، يعني هذا يقول بعض الناس كان مسلما، بعض المؤرخين يقول هذا كان مسلم لكنه أراد أن يعني ينقذ القائد فيذهب إلى أخته فلا يقتلها هي فإنما يؤدبها يفعلها شيء بسيط. ذهب إلى البيت فكانوا يقرؤون القرآن، فأخفوا إنما سمعوا اسمه دق بادي، أخفوا الصحيفة التي كانت معهم من القرآن، فقال ماذا ما الذي كنت أسمع؟ فلم يخبروه، فضرب أخته ضربة قوية أدمته، جرى الدماء من وجهها، فشق له قلبه، دخل الرحمة عليه، فرأى الصحيفة وهي تقع منها أيضا، فأراد أن يأخذها فأبت، قال له لا تأخذه، لا يمسه إلا المطهرون، فأخذها بقوة. بعض الناس يقولون قال له توضأ، وهذا مش كلام صحيح يعني، أخذ منها بقوة ثم قرأها، وكان رجلا يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، كلام ما سمعه قط وكلام قوي ينفذ إلى القلب. أنا قلت له لماذا، قلت له وأنا في بيتي لما لم يقرأ كلمة صاحب الظلال إن القرآن لا يخاطب عقل الإنسان ولا قلب الإنسان وإنما يخاطب كينونة الإنسان. القرآن يخاطب أين؟ كينونة الإنسان، من حيث أنت إنسان. وروجير جارودي الله يرحمه ماذا يقول؟ كنت أبحث
أين يلتقي العقل بالقلب 50 سنة؟ فوجدتها في القرآن، وجدته في القرآن. القرآن وحده يستطيع أن يقنع الإنسان كليا في لحظة واحدة. فاقتنع الرجل فقال: أين محمد؟ قالوا له: هو في درقة. قال: خذوني إليه. دق الباب، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المكان. الصحابة ارتجفوا قالوا: عمر. الرسول قال: افتحوا الباب واتركوني. هذا هو القائد. فتحوا الباب، فجمع تلابيب لباسه فقال: يا عمر، إن أتيت بالحق نحن معك، وإن أتيت بالظلم والحرب نحن معك، يعني مستعدين لك. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم الرجل. هنا نقف إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، في لقائنا إن شاء الله قادم. مساكم الله خير. أسلم الله.